الرياضة دشيتها هي السباحة. وبعدين لما قمت أتقن السباحة والمهارات زادت عندي بالسباحة، حولت بعدين إلى لعبة كرة الماي، تميت فيها لي تقريبا 15 سنة كنت ألعب كرة ماي، لاعب سابق وهم لعبت في منتخب الكويت كرة ماي، وكان عندي هم مشاركات خارجية، لعبنا كأس العالم في 2019، كان عندي مشاركة واحدة خارجية هي بطولة كأس العالم في 2019. لعبة كرة الماي هي لعبة شوي يعني من أصعب اللعبات اللي موجودة ومن أعنف اللعبات، فلازم تكون بنية الجسم حق اللاعب تكون بنية قوية ولازم يكون عنده أهم لياقة عالية. طبعاً قبل لا أنتقل وأتوجه حق لعبة الغوص الحر، الفترة الأخيرة أنا شفت نفسي بكرة الماي إني ما راح أوصل حق العالمية ولا راح يعني يكون عندنا إنجازات عالمية، لأن لعبة كرة الماي هي لعبة وايد صعبة والعالم سابقتنا فيها، فأنت تحتاج كمية كبيرة من المباريات بسنة واحدة عشان أنت تلحق المستوى العالمي اللي برا بالمنتخبات الباجية. فمن أنا شفت كذي وهم كان مستواي يعني نازل بالفترة الأخيرة، فقلت لا أنا أبي أكون يعني طموحاتي عالية أوصل للعالمية، فاتجهت هني حق لعبة الغوص الحر، بما أن هي أهم لعبة مائية وتعتبر من اللعبات هم اللعبات يعني الصعبة هم يعني في فئتين، فئة البحر وفئة المسابح. فئة البحر لها تخصصاتها وفئة المسابح لها تخصصاتها. خلينا نتكلم أول شيء عن المسبح. المسبح عندك أربع تخصصات رئيسية اللي هو بدون زعانف، إنك أنت تقطع مسافة معينة بنسم واحد بدون لا تستخدم ولا زعنفة. وعندك الزعانف الثنائية اللي هي الزعنفتين، هم نفس طريقة تقطع أكثر مسافة تقدر تقطعها بنفس واحد. والتخصص الثالث اللي هو زعنفة المونو، اللي تكون نفس زعنفة الدلفين وبطريقة الدلفين اللي يكون تكنيكها هم نفس الطريقة. والتخصص الأخير هو عن طريق كتم النفس بدون حركة، إنك أنت تأخذ نفس وتم ثابت زين ويحسبون لك الوقت. فعندنا نوعين، بقطع المسافات وأكثر وقت توصل له أنت بكتم النفس. أنا اللي شاركت فيهم شاركت في فئة المونوفن اللي هي الزعنفة الأحادية مالت الدلفين وبدون زعانف. هذا التخصصين اللي شاركت فيهم في أول مشاركة لي في بطولة العالم شهر 6 اللي طال. أول شيء طبعاً بطولة المسابح يعطيك وقت معين، مثلاً عندك أنت سباقك يبلش الساعة الفلانية، مثلاً خلينا نقول الساعة 10 الصبح غوصتك تبلش، تكون قبلها بساعة هناك تجهز أغراضك قبل يعطيك الحكم رقم الحارة وتقعد وتجهز أغراضك. قبل 3 دقائق من تبلش غوصتك أنت لازم تكون جاهز أنك تنطر عشان تأخذ أنفاسك الأخيرة وتبلش غوصتك. طبعاً احنا نكون ابشر منها من قبل 3 دقائق، يعني يكون 5 دقائق قبلها ان نبلشين جاهزين لابسين شغلنا ونلبس الزعانف وننزل الماي، ويكون العد مع الحكم من ينزل لما تخلص ال5 دقائق انت تبلش غوصتك، تاخذ النسم الاخير وتبلش غوصتك وتشوف ايش كثر مسافه تقدر تقطع بالنسم الواحد. وطبعا في ارقام عالميه وفي ارقام يعني على مستوى القارات، وفي ارقام على مستوى تكون على مستوى الوطن يعني مستوى المنتخب نفسه. وانا اللي حصلت عليه هي كسرت رقم وطني على مستوى الكويت، حصلت على اعلى رقم بهالتخصص في 200 متر تقريبا، اي 200 متر وبدون وتخصص بدون زعانف، اهم خذيت المركز الاول على مستوى الكويت وفي تقريبا 138 متر. طبعا بهذه البطولة حصلت على رقمين وطنيين قياسيين
في تخصص المونوفن مثل ما قلنا زانفة الدولفين، والتخصص الثاني هو بدون زعانف، انك تكتم نفس بدون لا تستخدم ولا أداة تساعدك في قطع المسافة. هذه على مستوى الوطني، لكن على مستوى العالم حصلت تقريبا المركز 14 على العالم في أول مشاركة في تخصص بدون زعانف، وتقريبا ماني ذاكر لكن حصلت تقريبا بالعشرينات من أصل 40 دولة عالم، يعني من العالم مشاركين بهذه البطولة. طبعا عندنا في تمارين نوعين من التمارين، تمارين اسمهم الاوتو وتمارين يسمونهم السي اوتو، لان مثل ما قلت لك انت الحين لما تكتم نفس في عندك شغلتين، في عندك الاكسجين بجسمك وثاني اكسيد الكربون. ف كبدايه حق اللاعبين، اي واحد الحين لو تجيب لي واحد يتمرن، اول شيء راح يطلع من غوصته، يعني اللي راح يخليه انه خلاص يطلع من الغوصه هو ارتفاع ثاني اكسيد الكربون بالجسم، لانه ما راح يتحمل الشعور اللي راح يحس فيه لانه كمبتدئ. فهذه كمبتدئ الواحد يروح يتجه حق جدول السي او 2 انك تتمرن فيه. متى ما حسيت نفسك ان انت خلاص ما قاعد تطلع من السي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، هني يتحول حق قله الاكسجين اللي هو يسمونه الاو 2. في انت لما توصل ثاني اكسيد الكربون يرتفع بالجسم، بعد هالمرحله يبلش يقل عندك الاكسجين. فانت من تطوف مرحله ثاني اكسيد الكربون خلاص انت متمكن منها، هني تبلش انت شلون ترفع الاكسجين بالجسم عشان يعطيك مده اطول تحت الماء. انت مثلا الحين كمبتدئ مثلا تقدر تكتم نفس قول دقيقتين كاول مره، الشيء اللي راح يخليك تطلع منه هو انك تطلع من غوصتك كمبتدئ، انا قاعد احاكيك حق اي واحد مو شرط واحد معين، كمبتدئين راح يطلع من ثاني اكسيد الكربون. حلو، فانت لما تخلص من ثاني اكسيد الكربون خلاص انت طفت المرحله، انك قاعد تدش بمرحله الهايبوكسيا. الهايبوكسيا هي شنو؟ قله يصير عندك خلاص قله من الاكسجين، فتؤدي الى حالات ثانيه مثل الاغماء والشلل بالحركه. فانت ما تدش بهالاحاسيس، خلاص انت تبلش بالتمارين المعينه هذه انك انت تقدر تطول، يعني تعطي جسمك انه يطول اكثر تحت الماء. فهذه التمارين هي تساعدك ان انت يكون عندك نسم اطول زياده حق الغوصه نفسها. طبعا اول شيء احنا دوراتنا راح تكون محاضره نعرف المشاركين فيها شلون يشتغل جسمك، شنو الاشياء اللي راح تصير بجسمك، شلون انت تفادى هذه الاشياء والمخاطر نفسها والقوانين العالميه والدراسات لوين وصلت. بعدين نبلش معاهم بالجزء العملي، نوديهم الحوض زين، ونبلش نعطيهم التمارين اللي راح تساعدهم حق الغوصات، انه شلون ياخذ النسم، شلون ينزل الهارت ريت، لان كل ما نزل الهارت ريت عندك راح تطول الغوصه عندك. فنعلمهم نعطيهم تمارين معينه، شلون طقات الزعانف، شلون دخولك للماي، لان انت تبي تحافظ على يعني اقل حركه عندك، لان اقل حركه منك راح تخسرك اكسجين. فانت شلون تحاول كثر ما تقدر انك انت تحافظ على هالاكسجين. وبعدها نبلش نوديهم البحر وننزلهم عمق معين اللي هو تقريبا من 15 ل 20 متر، ونعطيهم اهم التكنيكات ونعدل عليهم هني، وبعدها راح يكون جاهز. يعني في ناس يعني تروح التعب نفسها وتشوف من فيديوهات يوتيوب وتدش تجرب البحر، زين ممكن يطول معاه اشهر او سنين. ممكن احنا المدربين الحين والعلم اللي واصل له الحين يعطيك هذه السنين كلها باختصار، يعطيك اياها بتقريبا 3 ايام اللي هي الدوره بس. فهذه هي الدورات احنا والطريقه اللي نتعامل فيها مع الطلبه.